أنت على العمل. يقول حسن بصري، يقول إن قوما قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني بمعنى لو أنك واثق أنك بتنجح وأن الله بيوفقك لأحسنت العمل واستعدت واجتهدت، لكنك أنت خايف وما عدت واعتذرت وهربت وجبنت، لأنك أصلا ما أنت بواثق أصلا من النتيجة والتي هي بيد الله سبحانه وتعالى. ثم هب أن النتائج جاءت في غير صالحك، أصلا مش يدريك أن هذا صالح كله مو بصالحك. يعني هل كل ما جاء على ما تريد هو في صالحك؟ أبدا. إذا سلمنا بأن النتيجة التي اختارها الله عز وجل لك هي خير لك لأنه أعلم وأرحم وأحكم، فمرحبا بأي نتيجة سأحصل عليها. وطالما أني لست قلقا على النتيجة فإن شعوري في الحاضر سيكون قوي وماني بخايف، لأن ما أقصى وأقصى ما يمكن أن يحدث في المستقبل هو خير لي أراده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سأثبت بإذن الله وتزداد ثقتي. في الكتاب أيضا الشخصية القوية تقول: العلاقات العامة الأصل فيها التغافل والاحترام، والعلاقات الخاصة الأصل فيها الصراحة والانسجام، وترى أن التغافل سوسة العلاقات الخاصة، لكن كيف يعني نوائم بين هذه الفكرة وبين تصرف النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصف بعرف بعضه وأعرض عن بعض، أن في جزء كبير أو بعض إذا ما كان النصف هو تحت يعني جناح التغافل، وما هي حدود التغافل في العلاقات الخاصة؟ طيب، السؤال فيه الإجابة. كيف؟ ودليلك عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: